ايه يا ماما؟ عاملة ايه؟ والله العظيم انت كمان بجد، يعني انا بقولها من قلبي بقى. الله يسلمك يا ديت، انتوا كمان والله. ايه الاخبار انت عندكم؟ الحمد لله كويسين. وانت احوالك ايه مع ايفيت اليومين دول؟ الحمد لله كويسين، بس هي مشغولة شوية من ساعة ما وصلت. بقى هي بتشتغل. وبقى سلم لنا عليها وعلى سيرة لما تشوفها ان شاء الله. حاضر يوصل. ولما وصلت بالسلامة كده قاعد مرتاح ان شاء الله كده. I have a very strong relationship with my mom, but I usually pretend that everything is okay so she doesn't worry about me. So I haven't reached out to my mom too much since I arrived to the United States. في فرق ثقافات زي ما انتوا عارفين. ف ايه رأيكم انتوا في موضوع الملابس؟ لازم تلبس زي الستات في مصر ولا لا؟ لا محمد، هي بص، هي عايشة في بيئة غير البيئة المصرية، فاحنا ما نقدرش نسيطر او نفرض عليها، وانت لازم تأقلم نفسك بقى على البيئة الجديدة اللي انت رايح عليها، على حريتها. وهي واحدة واحدة هتسمع، بس انت ما تتحكمش قوي، وبلاش نظام الايه النظام النكد. يعني انا نكدي قصدك؟ يعني I am amazed about what my mom said. She's completely in East Side, and I didn't expect that. I don't agree with my mom, but what she says to me, it matters. She has experience, and I believe in her experience. هي كويسة وانسانة طيبة بجد، يعني أنا عارف هي كويسة جدا. فأنت ما تحاولش بقى تعمل لنفسك يعني قلق شوية بالنسبة لآرائك. I am a Muslim man. I'm not gonna change, but I'm afraid if I don't accept Eve for who she is, she's not gonna be happy with me. But what about my happiness to be comfortable in my life? And so right now, I don't know what to do. Okay, ma'a salam. Bye-bye. Bye-bye.